شرق المحطه من على الحدود جايين ناخذ فطره. الوضع صعب يعني زي ما انت شايف. جيت 5 كيلو مشي يعني تقريبا. بنحاول ندبر الاكل بالطلوع والروح يعني للناس. صاروا يشتروا كل يوم بيومه، اللي معاه فلوس بيشتري واللي ما معاه ما بيشتري. صعوبة جدا في الأمن البضايع، ما فيش بضايع، فيش بضايع أصلا ما فيش بضايع، كل يوم في علوم الأسعار، كل يوم أسعار شكل. وضع خطير وفيش مي، ما حدش بسقي مي وفيش رش وفيش يعني وضع صعب، يعني الواحد اليوم دوب دوب يروح يجيب بضاعة ويروح ينفذ بريشه. 300 مليون 300 مليون